أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة تتعلق بالزكاة. هذا السائل يقول: هل تجب الزكاة على من كان له عدة حسابات في البنك وفي أحد تلك الحسابات حال عليه الحول لكن عليه دين في ذمته أكثر مما في حساباته كلها، حيث لو طالبه أهل الدين بأموالهم لم يستطع أن يدفع حقهم هذا؟ الصحيح أن الزكاة لا تسقط، أن الدين لا يسقط الزكاة عن المال الذي في ملكك. المال الذي في ملكك وحال عليه الحول لا يسقطه الدين، زكي مالك. لكن لو سددت قبل الحول فلا زكاة فيه، لكن إذا أنك مضى الحول وانتهى وأنت لم تسدد فإنك تزكي الموجود عندك. نعم، هذا هو المفتاح وهو الصحيح. نعم.